أنا متأكد من ابني ينجح. حسن تاني على نار غيركم يطلع. أنا هذي يا أبوي. ها؟ وين اليوم يطلع لو ما يطلع؟ شكرا يا أستاذ. ها شلون ضياء؟ هلا شلونك زين؟ من أنت؟ يا أبي شنو السالفة ما عرفتني؟ ما عرفتك. أبو محمد وياك. أبو محمد. أبو محمد عن سن ورمح. ها شلونك؟ شنو ما طلعوا الطلاب؟ لا والله بعدهم تانيهم. هي تانيهم دش عداني أنا المنجاي مثل غير تانيهم أشوفهم يومي يجيني. ايه؟ يقول لي ناجح مجاوب أنا أول واحد أطلع والله شوفني أشوف الضيم مالتي. ليش مغطي وجهك؟ أنا ما أدري ابني يسود وجهي يبيض وجهي ما أدري فيه. لا إن شاء الله يبيض وجهك. وغصبا علي يبيض وجهي كان المتزينة على كيفك أسوي وذر اليوم وذر يا أبي يا أبوي غير يطلع الله يكون بعونك. هي صلخ صلخ وجه صلخ. شو تلعب أحكام؟ تعال تعال خلنا نجرب بيك شوية. تعال غير تفتح الاثنين. شنو والله شوية تعلم خاف اخطير وحدة وابني شو تخطب دبائلها شايلها تتغشها شوية خلي حدها. شنو ما عادهم مني يطلعون؟ الله يساعد ابنك. لا تساعد المن اعلف علي المن المن بعد حقك والله هلكم يطلعون؟ اكتبني العطشاني متت. هلا ابو وليدي اجا وليدي بين بين وين؟ هذا قدامك عبالي منه. ها شنو؟ ها شنو؟ محلل عافية بابني. كل القرايش اجن يابا كلن جاوبتين. عافية بابني بشر جاوبتين سهلات كلن القاريين اجن يعني كلن جاوبتين كلن جاوبتين وكفوا من ابني. اسمع الهوسه اسمعها. يلا عافية ابني ما نزل صوته. 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 خذان واس خذان واس على ابني. هذا انت هذا ابني جو اسمه محمد. ادري عمي ويانا ابن جوه محمد عباس كاظم عبد الزهره. احنا وانا وين متميزين والشطار ما عندنا. هو اي متميز دائما يقول لي انا شاطر. والله بيهم بس بيهم بس ثلاثه محمد. يعني مو متميز ابني ابد ومو من هاللي اسمه ذكرت. ما تعرفه ابد ما تعرفه ابني هذا ما كذب ابد. اقول لك ولك ابو محمد خلينا نمشي. يلا يلا عين ابو محمد. ايه اذا ابنك طلع ان شاء الله بسلامة وبيض وجهك وتخابرني تدلل مع هذا الرباط لابنك محمد. لو بيض وجهك خابرني لو بيض وجهك خابرني خابرني لو بيض وجهك خابرني لو بيض وجهك خابرني لو بيض وجهك خابرني. لا ابوني بيض وجهك ابني بيض وجهي ابد ما ترجى منك الخير علي. لا بيض وجهي لا شيء ولك العالم كله طلعت بس اتظلت ادري وش يسوي عد قاموس اينشتاين انت ما ادري ها طرقاح يا يا ابوي وراح. باي باي مدرسة الحبيبي راح اشتاق ليك. لو هسنت الله لا يطردوني من عديك لو يخلوني. هم زين خلصت امتحانات اليوم انا راح اطير بعد براحتي انش طيوري. شنو هذا اللي يرفني انا اروح الحق علي بكتك الضحك. الله ولحت ولك ساعتين ساعتين الثاني وما جاي مبتحى. اللي يقول لك بكالوريوس اللي يقول لك طب اللي يقول لك عده مناقشه شحات يا استاذ. هسه اذا يجيني لو مطلع 100 هم انا كنت على التاخير ابد ما يرجع اليوم من الكتله وين يروح. تفضل عمي. عمي مستعجل ارسلي غريب طاير اريد اروح الحق علي. قل لك عمي قل لي هم بقوا طلاب؟ لا عم انا اخر واحد انا طلعت وشلت المدرسه على ايدي. عزلتها على ايدك؟ سويت لها الوداع عمي. انت شاطر؟ اوه لا سولف علي كله صفر او خط صفر او خط او روح او روح مقطيها. زين ابوك يدري بيك؟ لا مين اروح لابوي اقول لابوي كل عفو ميايه هاي السوالف. اه هسه اليوم مجاوب لو لا؟ الحكي بيناتنا؟ ايه بيناتنا طبعا. ما مجاوب لي على السؤال دوم ما شفنا ضل اخر شيء. ودعت المدرسه وراح اروح اريد
اروح الحق اطير. ايه انت مو مجاوب؟ لا ما مجاوب دوب. لا يا ابي ما مجاوب ويوميه تجيني مجاوب اطلعني. شو اسوي لك هسه؟ شو اسوي لك؟ قل لي انت اختار كتلك كيفك. وين ننوع انا ضايق كذي. اي شوف يا تعسفك انت يلا على السريع حس على القديمه على القديمه يلا على القديمه. محضر وطلع مية بعد منه ويش منه ويش عسف لك مطلع مطلع السنت الناخ. انا ضل على السنت اطلع على السنت الناخ ضل على السنت الناخ ولك يا عزيزي.